أثنى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على جهود أبناء البحرين ووعيهم وتطلعهم إلى خدمة وطنهم، مؤكدا سموه أننا جميعا نتطلع إلى المستقبل المشرق ونعمل يدا بيد لبلوغ الأهداف الوطنية الطموحة للارتقاء بوطننا وخدمة شعبنا. لافتا سموه إلى أن البحرين رغم صغرها غنية بتنوعها وإرثها الحضاري والثقافي الذي يعكس عراقة شعبها وتميزه عبر السنين، مشيدا سموه بالحضور الدولي الفاعل للمملكة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين، حيث استذكر سموه بكل التقدير إسهامات رجالات البحرين الأوائل وما قدموه من جهود في خدمة وطنهم وعطائهم الوفير الذي أسهم في بناء نهضة تنموية راسخة كان لها أثرها الملموس في ما وصلت إليه البحرين إليه من تقدم ونماء في شتى القطاعات. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر أن الحكومة تولي كل الاهتمام بتلبية احتياجات المناطق من التطوير الخدمي بما يحقق متطلبات ساكنيها وتوجيه كافة الموارد لخدمة أغراض التنمية التي تخدم المواطن وتحقق له تطلعاته.